السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تبارك الله عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير جميعا. اليوم غادي نتكلموا على واحد الخطأ الشائع بين الصناع والتجار. هذا الخطأ كيرتكبه الصانع كما التاجر وحتى الناس عاديين، لأنه كيتعلق بالمحلول اللي كنعيروا به الذهب ديالنا. هذا المحلول أو المحاليل اللي كنعيروا بها الذهب ديالنا، فهي في الأول والأخير هي مجموعة من الأصيدات أو الحوامض، يعني خليط من الحوامض، وفيها واحد الحامض اللي هو مادة، يعتبر مادة محظورة ومسرطنة، خطر ومسرطن. وحنا الأغلبية فينا ما كنعرفوش هذا الأمر هذا، والغريب والعجيب في الأمر حتى شي واحد ما كيتكلم على هذه المسائل هذه، وحتى شي واحد ما تكلم في هذه المسائل هذه. فإذا كنا غادي نعير واحد البياسة في الحياة ديالنا ما كاين حتى شي مشكل، جوج بياسات في الحياة ديالنا ما كاين مشكل، بياسة في الشهر ما كاين مشكل. حق حنا يوميا نقوم بهذه العملية عشرات المرات. ف النصيحة ديالي، الله يجزيكم بخير، الكمامة ونفتحوا الباب للمحل ديالنا، لان اغلبيه كنعيروا وحنا قدام داكشي، قدام هذاك ديالنا، وكنستنشقوه، كنستنشقوا ديك الزبوريه ديال الاسيد. بعض المرات كانت تفهمنا حتى كانت هذاك هنايا، والدنيا هانيه عندنا. الله يجازيكم، ردوا البال من هذه النقطه. قلت لكم راه كاينه ماده مسرطنه، كاينه واحد الاسيد اللي هو اللون ديالو هو هاد، تشوفوا كيخلع، تفهمنا، وماده محظوره لانه هو خطير صراحه، وماده مسرطنه يعني 100% مسرطنه، يعني لا شميته انا، لاصون ديالو كي 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 هذا كي قدر الله يحفظ شبار السرطان. والاشكال كاين بزاف ديال الاخوان ملي طلعت الفيديو ديال كيف الشخص تستخرج الذهب من التراب، تبين لي بزاف الاخوان اللي كيكتبوا لي وكذا وكذا، اتصلوا بيا بزاف الاخوان كيستعملوا الاسيد في التراب باش كيصفيو التراب، وهذا كيستعملوا الاسيد. هذا موضوع من بعد غادي 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 نحلوا واحد القوس، غادي نحلوا واحد الفيديو، غادي نهضروا على هذا الشيء. هذا غير بغيت نقول لكم بزاف الاخوان كيستعملوا هاد الاسيدات، ما كنهضرش على الناس اللي كيستعملوه بعلم وعارفين شنو كيستعملوا. كاينه بزاف الاخوان مساكن غير كيسمعوا الذهب وكيسمعوا الاسيد، وكاين التراب عاد يخرجوا في التراب وكذا، وكيبقى يعرضوا راسهم شنو يسمع للخطر. راه كان واحد السيد هادي تقريبا واحد 20 سنه كنعرفو انا، مسكين كان توفى نتيجه الاستعمال الخاطئ او الاستعمال القاتل بالنسبه لي الاسيد، شي كيصفي الذهب وكذا، هو في الحرفه ديالنا في القطاع، وتوفى مسكين. المهم هلك الجهاز التنفسي ديالو، هلك كل الريه ديالو، هلك كل شيء، رحمه الله، اللهم اغفر لنا وله. الله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير، ردوا البال من هذا الأمر هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبكم في الله.